ازيك يا كابتن؟ الحمد لله بالسلامة. اخبارك ايه؟ الحمد لله بالسلامة. كل سنة طيب. انت طيب يا كابتن. اخبارك ايه؟ طمني على صحتك. بخير والله الحمد لله، ومنورين نادي المنصورة، المنصورة كلها منورة. المنصورة منورة دايما باهلها. الله يخليكم، وبنشكر طبعا قناة النادي الاهلي على حسن الزيارة. احنا جينا لك هنا بقى في بيتك في نادي المنصورة، المكان اللي انت تربيت فيه والمكان اللي انت قضيت حياتك كلها فيه هنا في نادي المنصورة. لا اتشرف، وطبعا بشكرك على اسم البرنامج رد الجميل. انتوا تاريخ يا كابتن. الله يخليك. فلازم الاجيال دلوقتي تعرف تاريخ وتعرف الجيل العظيم اللي كان في نادي المنصورة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كان هنا زمان نادي اسمه نادي الملكي، صح كده؟ نادي المنصورة اللي احنا فيه دلوقتي. بس ما كانش في نفس المكان، كان مكان كلية طب أسنان. فلما خدوا النادي علشان يعملوه كلية طب، فالمحافظة ادت النادي المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي. ده كان في الستينات. بعد كده اتغير اسمه لنادي الشعب. اتنقل هنا بقى، لما اتنقل هنا اتغير اسمه بقى نادي الشعب. وحاليا دلوقتي طبعا الاسم الدارج نادي المنصور. نادي المنصور. وده تربينا فيه وعشنا فيه وكبرنا فيه وبدأنا فيه من مراحل السنية اللي تحت. ولغاية لما ربنا كرمنا وممتاز ومنتخبات مشوار طويل. شايف البدايات عمرها ما تتنسي. لا ابدا ابدا، لان دي الارضية. دي الاساس بتاع اي نادي، دي البدايات. كابتن بدير من مواليد المنصورة، محافظة الدهلية. انا مواليد المنصورة. مواليد المنصورة وابن المنصورة وان شاء الله هنبقى المنصورة. قول لي بقى البدايات، مين تلعب طبعا كرة في الشارع الاول، كرة الشراب، ومين اللي اكتشفك ومين اللي شافك؟ انا اقول لحضرتك حاجة، احنا بدايتنا زي بداية اي لاعب عادي. بدايتنا بدأت من المدارس. مدارس الاعدادية ودور المدارس والكلام ده كله. دوري اللي احنا مفتقدينه دلوقتي. ومن خلاله انتقلنا الى نادي المنصورة عن طريق برضو الكشافين. كان زمان فكرة الكشافين كانت منتشرة اكثر من منتشر جدا، ويروحوا مدارس ويتابعوا دور مدارس ودوري المناطق والكلام ده كله. وكان في كابتن الله يديله الصحة حاليا، الكابتن عبد الحميد زاهر. اكتشفنا في دوري المدارس وضمنا النادي المنصورة كناشئين. وبدأنا بقى من مراحل 16 سنة فيما فوق. ضميت لنادي المنصورة وانت ناشئ 16 سنة. 16 سنة. معظمنا يعني معظم اللي هي الجيل الذهبي بتاع نادي المنصورة، سواء انا واحمد شاكر وبدوي حمودة والسطوحي الهادي والهادي، كل معظمنا نشأنا من 16 سنة وترعرعنا وتربينا في الأرض اللي احنا ماشيين عليها دي. والحمد لله ان انجبت فعلا نجوم خدمت الكره المصريه. سواء على المستوى المحلي نادي المنصوره والصعود لدوري الممتاز سنه 74، ويمكن قعدنا حوالي 12 سنه في الدوري الممتاز حقيقه، ومن خلاله طبعا تاهلنا المنتخبات. المرحله الثانيه بقى بتاعت الناشئين. فاكر اول مكافاه خدتها من نادي المنصوره وانت في الناشئين؟ والله على ما اتذكر كانت حوالي عن 15 جنيه. 15 جنيه؟ لما كسبنا دوري بحري. كنا بنلعب المحله. فكسبنا خدنا بطوله بحري. فمشكور ادونا مكافاه 15 جنيه. كان مبلغ وقتها كبير. يعني نسبيا. في الكازمه يعني.